مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تواصل دوت كوم. مجموعة من المقاطع المصورة التقطها نشطاء وأخرى امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي، لسيما التي يذهب إليها عراقيون. وقبل تفاصيلها نتابع وإياكم العناوين. في البداية سنكون مع واقع مدينة الطب في بغداد وعدد من المستشفيات الأخرى بعد أن طالها الإهمال الحكومي، ثم بعد ذلك إلى أحوال أحياء الشعب والفضيلية في بغداد في ظل انتشار النفايات بسبب تردي الواقع الخدمي. بعد ذلك نذهب إلى موضوع الإشارات الضوئية الغائبة عن بغداد ومختلف المحافظات الأخرى منذ سنين، وختام هذه الملفات مع ظاهرة انتشار الجاموس في البصرة وحوادث السير التي تسببها هذه الظاهرة. أهلا بكم من جديد. البداية من مدينة الطب التي تعاني، وحيث قالت المديرية من الإهمال، مديرية الدفاع المدني قالت إن مدينة الطب تعاني الإهمال، وقالت إن طواقمها أنقذت 15 مواطنا تعطل بهم مصعد داخل مستشفى مدينة الطب في بغداد. وقالت المديرية في بيان لها إن منتسبي فرق المديرية في الرصافة مركز الشيخ عمر تمكنوا من إخراج المواطنين بسلام وبصحة جيدة. يشار إلى أن هذه الحادثة دائما ما تتكرر في مصاعد مدينة الطب بسبب عدم صيانتها. هذه هي صور المصعد كما تشاهدون، ويبدو واضحا عدم الإهمال هنا. أحد العاملين في الدفاع المدني في مرحلة محاولة إنقاذ المواطنين 15 العالقين بداخل المصعد. طبعا هذه اللقطة أو الصورة التقطت قبل إخراج المواطنين الذين كانوا عالقين داخل أحد مصاعد مدينة الطب. نبقى في مدينة الطب، حيث رسالة وجهتها سيدة بسبب المعاملة السيئة التي واجهتها أثناء مراجعتها لمدينة الطب. السيدة تتحدث عن مصرف الدم، وقالت إن الحال في مصرف الدم لا يسر وإن الأحوال هناك سيئة للغاية. السلام عليكم. طبعاً أنا هسه بداخل مستشفى مدينة الطب، ما أعرف، أنا ما أرد أسميها مدينة الطب، أرد أسميها مجزرة الطب، لأنه أنا واقفة صار لي ساعة على بطل دم دا أسحبه. أنا البارحة مكملة كل إجراءاته وما يهمهم، هذا يموت، هذا يحتي، هذا كذا، هذا السرة اللي يفوتون من عنده المرافقين ويفوتون من عنده الزوار للمرضى والمقيمين، ويفوت من عنده اللي دا يتبرع بدم واللي دا ينطي دم، ويفوت من عنده الجميع. تروح فوق هذا كله تفوت بالسرة، ألف واحد ينطق بيك وألف واحد يعيط ويصيح عليك، وفوق هذا كله مدير المستشفى ما يقدر يقابل لأنه عنده اجتماعات حضرة جنابه. الآن إلى مستشفى ابن غزوان في البصرة، ومن هناك مواطن يتحدث عن عدم وجود مصرف دم داخل المستشفى وعن الإهمال الذي يسيطر على مرافق مستشفى ابن غزوان. ولكم ماكو الله وليت الناس، مستشفى كبرى ما بي مصرف دم، دكتور عباس هاي الناس برقبتك، كادر كامل بوب الغزوان ما بي رحمه، والله ان ولت الناس وما عندها فقره بالعباس برقبتكم وبرقبتنا، والله ولكم وين تروح الناس؟ قلوني مستشفى ما بي مصرف دم، ولكم وين صايره هاي؟ مره يقولوا لها وفتح بطن، مره يقولوا لها ولاده طبيعي، مره يقولوا لها ولاده اصطناعي، جاب دم هسه غير يطون الدم، الدم ماله ما يطون اليه، المرافقه مال المريضه اللي تيجي تسوي عمليه ولاده يطوها الدم ما يقبلون يطونها. زين شلون عمي؟ ما حد يعرس، ما حد يخلف، قولوا لنا عمي ذم برقبته اللي يعرس بعد، الا اقول لكم انولينا ولكم والله انولينا، ناخذونا شنو ذنبنا؟ نتصل على لجنه الصحه ما ترد، نحكي ويا من؟ المديره مجازه ولكم والله انولت العالم بالعباس، مستشفى كبرها وش قدها مديره مجازه صار لها ثلاث ايام اربعه، ولكم وين نطوي وجهنا؟ وين نروح؟ ما محترمين احنا لا ببلدنا ولا بخارج بلدنا. مشاهدينا لا نزال في ملف الواقع الطبي المترهل والذي يزداد سوءا فوق سوءه. هذه المره نذهب واياكم الى المسيب تحديدا شمالي بابل، وهناك معاناه المواطنين الساكنين بالقرب من مستشفى المسيب
هؤلاء المواطنين الذين يسكنون بالقرب من المستشفى وهم حوالي 600 بيت بحسب نشطاء ذكروا أنهم يعانون، أي المواطنين يعانون من سحب الدخان المنبعثة من داخل المحرقة التي تتلف فيها الأدوية الفاسدة والمخلفات الطبية، الأمر الذي يسبب حالات اختناق وأمراض بين السكان. المستشفى بات يسبب للأسف المرض للمواطنين، هكذا يقول النشطاء. نتابع. الآن من سوء الواقع الصحي ننتقل وإياكم للأسف إلى سوء الواقع المجتمعي. حال المنطقة المجاورة لمستشفى الزهراء نهاية حي الشعب ببغداد في ظل انتشار النفايات بسبب الإهمال الحكومي، نحن وإياكم سنكون شهودا على حال أهل تلك المنطقة. اليوم نتواجد احنا بنهاية الشعب، تحديدا بمنطقة تسمى نهاية الفورتات أو مستشفى الزهراء. مستشفى الزهراء اللي هو يصير بنهاية الشعب، نهاية خط الفورتات. هذا السوق اللي احنا نتواجد به يسمونه سوق الزهراوي أو سوق مستشفى الزهراء بالباب الخلف مالته. شوفوا الوضع. هذا الوضع، وضع الخدمات اللي موجودة هنا ما شاء الله. كل هذا الخضار اللي موجود، أبد ما كل فايات. هذا الوضع، صار مقبرة مع النفايات. بس أريد أسأل أني هنا المجلس البلدي بالشعب شنو شغلهم؟ يعني ما جو شافوا الوضع هنا، ما جو شافوا هذه النفايات اللي موجودة. للعلم هذه وراكم تشوفون، هاي الوراي مدرسة، مدرسة، وهاي المدرسة صايرة تجمع لمكب النفايات اللي موجودة هنا. كل النفايات منين تجي؟ تجي من هذا السوق. طبعا أهل البلدية ما يجون يأخذون النفايات من جوا، لا، الناس نفسهم أصحاب المحلات هم اللي يجمعون النفايات ويطلعوها هنا. أبو البلدية ما يجي بحسب ما الناس ذكروا، ما يجي إلا تعطي فلوس أبو الكابسة، إلا يجي يجمع هاي النفايات ويطلعها. وهذا الوضع هنا. الحال في منطقة الفضيلية شرقية بغداد أسوأ من حال حي الشعب، على الرغم من رصد أموال طائلة لتحسين البنية التحتية. لنشاهد معا ما وثقه أحد الصحفيين من داخل هذا الحي الفقير الذي تغيب عنه الخدمات ويغيب عنه الأمن كذلك، كما سنشاهد في فقرة آراءكم لاحقا. السلام عليكم وحياكم الله. بالعراق 2019، على نهاية 2019 داخل 2020، جهل وأطفال فقر، وضعية تشوفونها قدامكم. هذا مجاري داخل بغداد منطقة الفضيلية، يقولون رصدت لها فلوس وضعيتها راح تتحسن، لكن اللي نشوفه واللحظة ميدانيا كل شيء ماكو، لا شغل ولا مشاريع، وبس سرقات. وحتى بهاي المناطق يقولون يا بترى حتى أمن ماكو. الآن إلى ملف آخر. منذ 16 عاماً والإشارات الضوئية غائبة عن العاصمة بغداد ومختلف المحافظات الأخرى، يبدو أن أفقر دولة في العالم الآن تعتمد على الإشارات في تنظيم حركة السير، إلا العراق الذي اختفت عنه هذه الوسيلة بعد الاحتلال البشري. الآن نتابع وإياكم هذه المشاهد، ومن ثم لنا عودة مع الموضوع نفسه. وبناء على طلب مديرية المرور بتفعيل دور عمل الإشارة الضوئية في تنظيم حركة السير والمرور ضمن التقاطعات المهمة، عليه
يتم العمل بنظام الإشارة الضوئية الترافيك لايت الموجود بالساحة والتقاطع. من هذه اللحظة بالنسبة للتقاطعات اللي عملت ضمن جانب الرصافة التقاطعات المهمة، والأخوان الآمرين والضباط على دراية من التقاطعات، وبعد جهود كادر الهندسي لأمانة بغداد بتنظيم وتنسيق التايمر مال التقاطع عليه يعمل بالإشارة الضوئية، وتأكدون على مفارسكم بمحاسبة سواق المركبات اللي ما يمتثل للإشارة الضوئية. كما استمعتم وكما وصفها نشطاء البشرى السارة التي أطلقتها دائرة المرور، أن عودة العمل بالإشارات المرورية سيبدأ تدريجياً مع بداية شهر تموز الحالي، وكأنه إنجاز عظيم لم يكن متوفراً قبل 2003. الآن وفي ذات الموضوع أيضاً نواصل معكم هذه المدة التي حدثناكم عنها، وهي مدة 16 عاماً دون العمل بالإشارة الضوئية، حتماً لها انعكاساتها على السائق العراقي الذي ربما نسي هذا الاختراع بسبب الحكومات المتعاقبة. مقطع متداول لعمل إحدى الإشارات المرورية ببغداد، وهو يبين عدم التزام غالبية السائقين والتزام سائق واحد من بين عشرات المركبات بالوقوف. والمفارقة أن دورية النجدة والمرور القريبة من الإشارة الضوئية لم تحرك ساكناً، بخلاف التعليمات التي استمعنا إليها قبل قليل بضرورة محاسبة من يتجاوز الإشارة ولا يمتثل لها. بس شوف احترام السير باعه لهذا الولد، الله شاهد لا عرفه ولا شيء، بس مجرد شفته لان الإشارة حمراء هو واقف على مود الإشارة حمراء، وشوف هاي السواق الباقين شلون تضرب بالإشارة. انتم شوفوا بعينكم يعني شنو الفرق بين هذا الشخص اللي واقف بالإشارة ومحترمها، وشنو الفرق بين هذا اللي جاي يضرب بالإشارة. بعض شوية ترق شوية، شوف صارت خضرة، يلا طلع، لاحظوا. تحياتي. بعض النشطاء وصف صاحب هذه السيارة التي التزمت بإشارة المرور بأنه يستحق جائزة. الآن إلى موضوع آخر، المشاكل طبعا في العراق لا تقتصر على الإشارات المرورية في شوارع العراق فقط، وإنما هناك ظاهرة جديدة، هي ظاهرة انتشار الجاموس التي تحدثنا عنها قبل فترة في سمراء بسبب وافدين من مناطق أخرى والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين. موجودة هذه الظاهرة كذلك في محافظة البصرة، انتشار الجاموس قرب الجسر الإيطالي دون رقيب من الجهات المختصة. ومحور حديث الإعلامي أحمد عبد الصمد في المقطع التالي، تعالوا نتابع وإياكم. صباح الخير من أمام الجسر الإيطالي، الجسر الجميل وسط البصرة، وتحت الجسر الجاموس يسرح ويمرح. إذن المشكلة مو بالجسر، المشكلة باليقود البصرة، هذه الجواميس تحت الجسر الإيطالي. شو نسوي؟ ما تقول لي يعني البصرة بصرة الجواميس، العاقل يختفي. لكن هذا الجسر اللي مخربة الجواميس، تحولنا من الهوش إلى الجواميس في مدينة البصرة، اتطورت القضية. إذا كان الهوش أو الأبقار ممكن يعني الآن جواميس وبنص الشارع، وهذا جاموس يعني هذا مجرد إذا ضرب له طفل بالقرن ماله يموت الطفل. ويا من نحكي يا صاحب الجاموس، شو الجواميس موجودة يا اخوان؟ الجواميس بالاهوار، هو الجاموس ما يعرف يعيش الا بالهور، والله العظيم هذا الجاموس، هذا الجاموس لو يحكي جالس يقول انا مكاني بالهور، جايبيني هنا بشارع التبليط ويا سيارات شنو؟ بس هاي السيارة على يسار راح تضرب الجاموس، على يسار راح تضرب الجاموس والجاموس مكتوب لكم. هذا الجاموس لو عنده لسان قال لكم مكاني مو هنا، هذا برمائي، هذا شغلته ماي، شغلته بالاهوار، شغلته الحشيش، مو شغلته بالشارع. يا اخوان مو شغلته بنص المدينه، فشلتونا خزيتونا والله، ابتلينا والله العظيم. بيام صدام ما صارت، انت يعني ما اعرف يا من احكي ويا محافظ، احكي ويا مدير بلديه. ناشطون اخرون وثقوا تجول قطيع من الجاموس في شارع السياب القريب من الجسر المعلق الذي يربط البصرة بقضاء شط العرب ليبحث عن ضلته فيما تبقى من أشجار النخيل، تعالوا نتابع.
شر البلية ما يضحك، ربما استبدلتم المفردة فقلتم ما يقهر أيضا. نتيجة للقطات السابقة تحصل الكثير من حوادث السير التي يذهب ضحيتها العديد من العراقيين، حادث مروري بسبب التواجد المستمر أو بسبب وجود قطعان من الجواميس مطلقة هكذا في الشوارع دون حسيب ولا رقيب، هذه المرة في شارع بغداد الذي يربط منطقة القرمة بمركز البصرة. وصلنا الآن أعزائنا إلى فقرة آراءكم، وبالتزامن مع سرد بعض المعلومات نتابع وإياكم هذه الصور التي تفيد بتجدد الاشتباكات في الفضيلية شرقي بغداد بعد يوم على اشتباكات دامية راح ضحيتها 5 أشخاص، من بينهم نجل مدير الدفاع المدني ونجل شقيقه، فضلا عن إصابة 10 آخرين واحتراق عدد لا بأس به من منازل المواطنين، كما يقول نشطاء عراقيون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. هذه اللقطات الصور التي شاهدناها نحن وإياكم أعزائنا أحدثت صدى واسعا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها وينشط ويكتب عليها شباب عراقي، وكان لهم العديد من الآراء في تجدد هذه الاشتباكات بمنطقة الفضيلية. تعالوا نتابع وإياكم أبرز ما كتبه هؤلاء الشباب على فيسبوك من منشورات نقرأها تباعا. سنان علي يكتب: دولة فاشلة عبارة عن مجموعة عصابات وميليشيات وأحزاب، عفوا لا دولة بالمناسبة، مال الماي للماي ومال اللبن للبن ومال الحرام للنار. كثيرون يؤيدونك في هذا المثال يا سنان. بعد سنان سنذهب الآن إلى محب الخط الجنابي الذي يقول: إذا رجل الأمن ما يقدر يحمي أهله فكيف سيحمي الناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد هذا الشاب نذهب إلى منشور كتبه عراقي آخر وهو أبو إبراهيم الصميدعي، يقول: أبو إبراهيم، القانون فقط على الفقير، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما قاله أبو إبراهيم. والآن إلى منشور رابع. محمد صادق يكتب: لعد الأربعة إرهاب وينها؟ يقصد المادة طبعا، الخبصتون بها وما تطبقوها. بعد محمد نذهب إلى تعليق جديد. هذا التعليق العراقي يكتب: مخابيل ماكو رادع ولا قانون، بخير، فعلى العراق السلام. ربما تبقت أو ظل منشور آخر. نعم، سكون فراشة أو من تسمي نفسها كذلك تقول: هاي شلون دولة نفسها محاميتها شلون تحمي الناس؟ شاهدين حالة من الإحباط، الاستياء، الرفض، التمرد على الواقع تجاه هذه الحادثة أو هذه القضية التي طرحناها أمام حضراتكم، وهذا بالتحديد ما يقوله الشباب العراقي بالمنشورات التي تابعناها قبل قليل. الآن نذهب إلى موضوع لا يقل أهمية وهو موضوع متعلق بالإعلام في العراق ونقل الحقائق و تغطية الأخبار الميدانية، لا سيما ما يتعلق بأحوال المتظاهرين. في عدد سابق من برنامج تواصل دوت كوم عرضنا أمامكم مقطعا لمسؤول يتوعد، هذه الفقرة سنسلط الضوء فيها على هاشتاج يرفض
قمع الإعلام والإعلاميين. الآن إلى تويتر. الإعلام لا يقمع، هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة، تحديدا بعد حديث مسؤول في القوات الحكومية. كنا نشرنا مقطعا له في الحلقة الماضية من تواصل دوت كوم، قال فيه إن المتظاهرين يتبعون أجندات خارجية، وأضاف أنه سيجري توقيف الصحفيين إذا حضروا التظاهرات للتغطية. تصريحات المسؤول الأمني في القوات الحكومية وجدت استهجانا واسعا من صحفيين اعترضوا وأكدوا أن دور الصحفي في أي حدث هو نقله بغض النظر عن مكان وقوع الحدث وفحواه ومدى قانونيته بين هلالين وما وراءه. تعالوا نطالع ما أثاره كثيرون في تويتر بشأن هذه القضية وغردوا على هاشتاغ الإعلام لا يقمع. نتابع الآن هذه التغريدات، البداية مع ميزر الذي كتب: كنت أتمنى أن أرى حدة وشدة في تعامل قائد عمليات البصرة مع تجار المخدرات وأصابات الاغتيالات ومافيات الفساد ومهربي النفط ومستوردي البضائع منتهيات الصلاحية والأدوية الفاسدة، وليس مع الصحفيين الذين ينقلون واقع المحافظة المؤلم. الإعلام لا يقمع. الآن إلى تغريدة ثانية. يوسف عامر الجشعمي يكتب: تبا لكل وسائل قمع الإعلام والإعلاميين، من يقمعهم يقمع وطن. وكثيرون يؤيدون يوسف. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم الآن. خازل يكتب: الصحافة سند للمواطن وعين الدولة التي تحترم نفسها، تعري الفاسد وتلجم الظالم، مهنتنا تضع الأمور في نصابها. الآن إلى التغريدة الأخيرة وهي من نصيب أحمد، يقول: أرى أن تصريح قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال بتهديده للصحفيين الذين يغطون التظاهرات في البصرة بالسجن ووصفها بغير العفوية وخارج الدستور، أرى أن هذا يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وما كفله الدستور العراقي، وانتهاكا لقانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي الفصل 4 المادة 10 أولا. إذن هناك حالة من الرفض لهذه الأحاديث التي صدرت عن مسؤول حكومي يقول إنه سيلاحق الصحفيين وربما سيوقفهم إذا قاموا بتغطية التظاهرات المستمرة على الأرض. بعد فاصل قصير ننتقل وإياكم إلى فقرة الفيديوهات المنوعة. الفيديو الذي اخترناه لكم مشاهدينا هو عن انحسار الماء في سد الموصل شمالي العراق، تعالوا نتابع. جفاف العراق يكشف حقبة من تاريخها، من يدري رب ضارة نافعة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل دوت كوم. نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية بإذن الله. إلى اللقاء.